انا مالك؟ بسم الله. رتال، انا حضرت الاوضه اللي تحت. ماشي كويس. يلا بسم الله. انا مالك؟ يلا. انا مالك؟ انا مالك يا بنتي؟ استحملي شويه هنا. لسه قدام. يلا انا مالك؟ امسك معاكي. قرب خلاص. يلا خلاص احنا وصلنا. بسم الله بسم الله بسم الله. دي يا ريت انا اعمل لك السرير. احسن احسن بسرعه يا زينه بسرعه. تعالي انا عاوزاكي في كلمتين. يلا تعالي. لو انتي مش مستحمله وجودها عندك انا ممكن اخدها عندي. ما تتكلمي، اصل سكوتك ده بيخوفني. انا عاوز اعرف ايه اللي في مخك. كفايه بقى يا رتال، احنا مصدقنا الدنيا هديت. راح يقولي للشغاله تعمل لها اكل وخليها تعمل كمان اكل للعيال، وانا صحي عبد الحكيم واجيبه لها. خليها زينب تعمل لها فرختين كده وشويه شوربه. ماشي يا حبيبتي، انا مش هكلم الشغاله، انا اللي هعمل ده بنفسي. ربنا يكملك بمخك يا رب. يلا خليكي جنبها ما تسيبيهاش. ماشي عاملين دلوقتي مفيدة كويسة. ألف سلام عليك. أنا عاوزة أمشي، مش عاوزة أقعد هنا. أنا عارفة إن عارفة إيه يا مفيدة؟ أوعي مخك يقولك إن أنا ممكن أسيبك وأنت في الحالة دي. أوعي تحسبي يا مفيدة إن أنا ممكن أسيبك إلا لما تبقي ماشية على رجليكي وكويسة. أنا هجيب لك عبد الحكيم عشان يبقى في حضنك. ما تقلقيش مني، أنا مش عاوزة حاجة. وقلبي غاوي، الدنيا عندي ما عادتش تساوي. تعرفي وأنا في المستشفى تمنيت إني أموت، أطلع منها على قبري. عايش ليه؟ عشان إيه؟ عشان ابنك يا مفيد. ولدي لما يكبر مش هيبقى مبسوط إن أنا أمه. يمكن موتي بالنسبة له حياة. اهدي طيب، اهدي واستريحي دلوقتي، ما تفكريش في أي حاجة. مروان توحشتك يا حبيبي. ودي كمان يا مرت عمي. أنت كويس؟ الحمد لله، كلهم بيسلموا عليكي. والبنت ريتال بطل الجنان ولا لسه؟ ريتال دي هتوجع علي العيال، والله هما التنين هي وحسن مكتوبين لبعضيهم. وزينب عامله ايه؟ زينب؟ وفي زي زينب دي؟ طب ما حدش جه معاك ليه؟ معلش انا جاي لك لوحدي، عاوز اقعد اتكلم معاك كلمتين وبعد كده هما يجوا براحتهم. اؤمر خير. فرح شاهد انا اجلته عشان انت تحضريه. انا هحضره؟ طب ازاي؟ هو الفرح امتى؟ اول ما يطلع التصريح ان شاء الله هنحدد الميعاد. يعني التصريح ده ممكن يخليني اروح احضر الفرح؟ التصريح في الامور اللي زي دي عادي، احنا بس عشان نطمن.
الله يكرمك يا حبيبي وبشرك بالخير. وحياة نوح، اعمل كل اللي تقدر عليه عشان احضر الفرح. بتقلقيشي، ان شاء الله هيحصل وهتحضريه وهتزغرتي كمان. ما بعرفش ازغرت. يبقى هترقصي. ايوه كده. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ربنا يخليك لي يا حبيبي. امشي يا حسن، امشي، مش عاوزاك تشوفني مرمية كده لا حول ولا قوة. امشي يا حسن. انت فاكرة اني شمتان فيك يا مفيدة؟ لا يا مفيدة، ما كنتش جبتك هنا، انا جبتك هنا عشان تبقي قصاد عيني. انا عارف اني ظلمتك، بس كان غصب عنك، كل حاجة عملتها كانت غصب عنك، مش كده يا حسن؟ لما انت والد عبد الحكيم اللي مالك البلد كلها في يده، وكل الناس بتقول له حاضر ونعم، عملت كل اللي عملته غصب عنك. امال انا اقول ايه يا حسن؟ انا اقول ايه؟ ربنا يشفيكي، إن شاء الله تقومي على رجلك تاني يا مفيدة. اطمنت عليها؟ مش كنت تسألني؟ أنا كنت هقولك عشان خاطر النبي، مش وقت وريتها.